صباح الخير أعزائي المتابعين في التحليل الفني الصباح لشركة وينزر بروكر. هقدم لكم كريمة جديدة اليوم 10 مارس 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اليورو مقابل الدولار الأمريكي. انخفاض اليورو مقابل كل الأدوات المالية، وانخفاض طبعا عنيف مقابل كل الأدوات المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط وهبوط الأسواق بشكل عام، والمخاوف نتيجة تأثر طبعا أسواق فيروس كورونا والخفض المفاجئ لأسعار الفائدة حوالي نص نقطة مئوية خلال الاسبوع الماضي. كل ده اثر على الاسواق بشكل مباشر، ولكن خلال الفتره الصباحيه اليوم في حدوث طبعا حركات تصحيح جني الارباح وانخفاض طفيف اليورو مقابل الدولار الامريكي، وتراجع لحركات تصحيحيه لالتقاط الانفاس، وطبعا توقعاتنا انه هيستمر في الاداء الايجابي لكن بعد ما انتهاء الحركات التصحيحيه مره اخرى. خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت، ان ما عندناش اي بيانات نقدر نتكلم عليها خلال تداولات اليوم او خلال تداولات امس. خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت ونشوف توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. استمرار الاداء الايجابي الكبير والعنيف لليورو مقابل الدولار الامريكي وتعويض كثير من خسائر اليورو مقابل الدولار الامريكي، حفاظ على خط اتجاه الصحه، حفاظ على الوجود على 23.6 فيبوناتشي. خلونا نفتكر مع بعض ونشوف السعر اللي وصل اليورو مقابل الدولار الامريكي، هو اعلى سعر منذ واحد طبعا او يناير 2019، بنتكلم تقريبا من اكتر من عام وثلاث شهور، وذلك منطقه ايجابيه جدا ومنطقه اكثر من رائعه ان هو يختبرها. ومحاولات دلوقتي الحركات التصحيحيه واعتقد تغطيه الفجوه السعريه اللي قدامنا علشان يعود مره ثانيه للاداء الايجابي وهو على الارض صلبه، ولكن الاشارات اللي امامنا دلوقتي اشارات سلبيه على السار، على الفلات ترند، على طبعا الاي ام اي بيحاول يكسر متوسطات سعريه، ولذلك الاداء الاكثر توقعا هو الاداء السلبي. ولكن زي ما قلنا لحضراتكم هنكون حذرين جدا لانه في اطار حركات تصحيحيه. هيبدا معانا بكسر ال 1330 وراها ال 1280 وراها ال 1250 مره ثانيه الاتجاه الاكثر توقعا، وهو حركات تصحيحيه فقط. هو كسر ال 1330 وراها ال 1280 وراها ال 1250، السيناريو الاخر والمعاكس هيتحقق بكسر ال 1410 وراها ال 1460 واخر نقطة عند ال 15 فلات. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.